اخيرا لقيت املاح الرجلين يا جماعه اللي بتمتص التعب من الرجلين، بتشوفوا في الافلام الست بتجيب ميه كده سخنه وتحط فيها ملح، ده بقى الملح الاصلي من المغرب اللي بتبيعه مغربيه، فعباره عن ملح براكين وملح امريكي وملح البحر. فالاملاح دي بقى بتمتص التعب بتاع الرجل، بتجدد خلايا الرجل، بتشيل الجلد الميت كمان. فظيعه يا بنات، عايزه اقول لكم خطيره. كفايه بس انها بتمتص التعب بتاع الرجل وبتجدد خلايا الرجل تاني وبتشيل الجلد الميت وبتقفل التشققات، بتقللها، فبجد تحفه. كمان جبت من عندها، هي اسمها زينه وهي سيلر مغربيه، جبت من عندها المبرد ده، ميزته ان هو سوفت على الرجل، ما بيعورش الرجل خالص، بيشيل كل تشققات الرجل مهما كانت قويه. كمان جبت من عندها كريم بالعكر الفاسي، ده بنحطه على كعب الرجل بعد ما بنخلص برد وبعد ما بنخلص كل الكلام ده. بصوا شايفين لونه، بيخلي لون الرجل وردي جدا ولونها حلو قوي، كمان بيرطب كعب الرجل جدا. بعد ما خلصنا كل الكلام ده هنلبس الشراب السيليكون ده، ده شكل الشراب يا جماعه، هنلبس شراب سيليكون تحفه، انا اول مره اجربه في حياتي. الشراب ده بيخلي الكريم ما يلزقش في السجاده او في الارض او في السليبر اللي انت لابساه، الشراب ده بيحافظ على نعومه رجلك وبيخلي الكريم اطول وقت موجود في رجلك. جماعه انا وقعت في حب الشراب ده، بجد شكله كيوت قوي. انا هعمل لكم كل الحاجات دي عملي اصلا. كمان عندنا صابونه فيتامين سي، دي بنغسل بيها وشنا او بنستحمى بيها للجسم كله، دي بقى يا جماعه خطيره بجد، بترطب وبتفتح جدا. كمان شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي، حلوة حلاوة مش طبيعية.